نرجع لكم مشاهدينا منتابع لقاءاتنا مباشرة من استوديو كابتن مازن السماك رئيس جمعية الطيارين الخاصين بلبنان. موضوعنا رح يكون عن الإجراءات يلي اتخذت بمطار بيروت وشو ممكن كمان نحن نكون عم نساعد حالنا أكثر لحتى نتفادى كل أنواع الفيروسات خاصة فيروس الكورونا. أهلا وسهلا فيك كابتن. صباح النور. اليوم أكيد حركة الطيران ومطار بيروت وكل العالم اتخذوا قرار كتير مهم. قدي هيدا القرار مهم؟ قدي صائب؟ قدي بالنسبة لكم بتلاقوه أنه ما كان في حل تاني خاصة للطيران بحد ذاته؟ قدي كمان ممكن كان يأثر أكتر لتفشي الوباء؟ يعني فعلا سؤال هو كتير مهم وصار في كتير جدل على هذا الموضوع لأنه هذا قرار كتير صعب بيتاخد. وأنا أكيد يعني الأشخاص اللي كان عندهم مسؤولية اتخاذ هذا القرار بحثوا كتير بأهميته وبنتيجته كمان لأنه أكيد له أثر كتير كبير على حركة الناس على الاقتصاد على المال أساسا. يعني قبل ما نفوت بهذا الموضوع يعني قصة كوفيد 19 لها أثر مش بس على حركة الطيران، كان في أثر على المصارف مثل ما عم نشوف هلا، يعني ماشيين المصارف بمينيموم ستاف سكيلتون ستاف، حركة على القطاع السياحي على القطاع التجاري على القطاع الصحي على حركة المهرجانات على حركة السياحة. فطبعا قطاع الطيران اللي هو مرتبط بكل هالقطاعات هذه كمان أكيد القرار اللي اتخذ بلبنان قرار صائب وصائب جدا كمان. ولكن بعدها في بلاد بعد حركة الطيران بعدها ماشي وبعدها لهلأ شغالة، وطبعا كل بلد عم ياخد إجراءات مختلفة عن بلد الآخر بهذا الموضوع. اليوم يعني الهدف من اتخاذ هذا القرار شغلتين، أول شيء الحد من انتشار الفيروس، واثنين تحديد مناطق الانتشار. لأنه أنت لما تحددي مناطق الانتشار بصير عندك كنترول، بصير فيك تاخدي إجراءات معينة. لنقول أنت في منطقة حددتيها كموبوءة بصير عندك إجراءات، إجراءات العزل، إجراءات مساعدات معينة إلى آخره. قطاع السفر والطيران استمراريته بيضرب هذه المعادلة لأنه إذا بقي ماشي حيضل الناس تتنقل من محل لمحل وما بتعود فيك تحددي مناطق انتشار الفيروس. مشان هيك هذا القرار كتير مهم. ويعني خليني أقول هون شغل اليوم، شو فائدة أنك أنت تلغي المهرجانات الرياضية والحفلات والمؤتمرات وكل هالأنشطة هذه وتخلي السفر ماشي؟ لأنه المطارات والطيارات هي أماكن تجمع. نحن مثل ما عم نشوف اليوم كل التوصيات بتدعي لعدم التجمع، فما فيك انت يعني هذا بصير الواحد عم يناقض حاله اذا ترك المطار شغال والطيارات معبيه بكون مخلى الناس عم تتجمع. اليوم مش عم نخلي اثنين واقفين على كورنيش عم نتجنب التجمعات. فاكيد موضوع التجمعات ما بيسوى، وخاصه مثلا احنا شفنا الفاتيكان سكر، المكه المكرمه سكرت، يعني تجنبا لهالتجمعات هذه. ومعلش اليوم بدي يعني استغل هذه اللحظه هاي اقول امبارح صار في مشهد غير مسؤول باحد المدن بلبنان، تجمع ديني. وانا بفهم انه اليوم يعني قصه الصلاه هي نحن كلنا بحاجه نرجع لديننا اليوم خاصه بهالظروف هذه، بس مش بهالشكل هذا. كان تصرف صراحة غير مسؤول، لأنه إذا يعني عدم التجمع هو مسؤولية، وهذه مسؤولية جماعية ما عاد مسؤولية شخصية أو واحد هذا. فكان المشهد فعلا مستفز جدا، ولأنه إذا بدك يعني عدم أذية الناس وعدم قتل الناس بشكل مباشر أو غير مباشر هو من صلب الإيمان بكل الأديان. بتشوفي لا تسرق لا تقتل لا كذا بكل الأديان. إذا رجعنا القرآن أو الإنجيل أو التوراة ما كان مفروض أن الناس تتجمع امبارح وتعدي بعضها ببعضها وتسلم على بعضها ويرجع الشخص اللي صلى يرجع على عائلته
كان في، انا بصراحه كنت كثير مزعوج من هذه القصه وبدعيهم ليرجعوا لدينهم، اذا وانا اللي عم اقول لهم يرجعوا لدينهم ويرجعوا لصلب ايمانهم ويراجعوا ويشوفوا انه 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 كان هذا العمل عمل خاطئ وغير مسؤول 100%. سوري طهرت شوي برات الموضوع، ولكن لا بس 100% اللي عم بتقوله صحيح، لانه كابتن بالنهايه القرار يلي اتخذ كمان قد ايه عم بياثر من الناحيه الاقتصاديه، من الناحيه الماديه، قد ايه خساره كثير كبيره ممكن تكون على الشركات. بعض البلدان يلي هي متطورة ومتحضرة أكثر منا فكرت بالموضوع الاقتصادي قبل ما تفكر بالإنسان، يعني بالفعل قرارنا كان مثل ما ذكرت حضرتك أنه صائب، بس بذات الوقت كمان عم بيأثر قد ايه كان صعب اتخاذ هيك قرار. ما في شك أنه الخسائر المالية والاقتصادية كتير كبيرة. بقطاع الطيران بلغت الخسائر المالية لحد الأسبوع الماضي تقريباً 113 مليار دولار، والرقم على تصاعد. يعني اليوم أنا بعتقد تعدى 130 مليار دولار، ولكن كل هالخسائر ماشي قدام خسائر خسارة الواحد أحبائه، وتأخير باتخاذ هذا القرار مش عم بحكي بس بلبنان، بكل العالم أكيد ساعد على انتشار الفيروس. وهذا موضوع اليوم خلينا نقول يعني هي أول مرة منشوف WHO بتصدر بيان موحد مع الايكيو، الايكيو هي منظمة الطيران العالمية، وهذه شغلة قليل ما تصير، يعني لتشوف قديش الموضوع كتير خطير وجسيم. هالبيان هيدا طلب من كل الدول المنضوية تحت الايكيو، يعني تقريبا كل الدول اللي عندها شركات طيران، ان أو شيء تفعل اشتراكاتها وتزيد مساهماتها المالية، وطلبت من هالدول هيدي أنه بكل دولة يعني أنها تجند كل قطاعاتها وإداراتها الرسمية وغير الرسمية، يعني عم نحكي على منظمة الطيران المدني أو المديرية العامة للطيران المدني بكل بلد، مع وزارة الصحة، مع الأجهزة الأمنية، مع كل هالقطاعات هاي، تجندها وتطلع بلجنة موحدة لحماية المسافرين. ولكن هذا موضوع كتير صعب، كتير صعب يصير، ما انه هين ابدا انه شو في شي حركه معينه، ولا خلص ما في طيران ابدا خلينا نقول بمطار بيروت؟ هلا الطيران مقتصر على الطيران اذا بدك الخاص العسكري. في الطيارات العسكريه عم بتطير، في عدم تقييد لحركه الدبلوماسيين، وفي بعض اذا بدك الامبلاتوري يونتس اللي هن طيران صحي، طيارة الإسعاف يعني. هذا هو الحركة. أوكي. خلينا نبلش نحكي ليش هيدا القرار اتخذ. أكيد التجمعات هي مشكلة كتير كبيرة، بس إذا نحن بدنا نوصل على المطار، من وقت وصولنا للمطار كيف منبلش هون نقول أنه في خطر، بلش الخطر، فيروسات موجودة بس هلأ بتواجد أكيد الكورونا فيروس، كيف ببلش الخطر من لما ننزل خلينا نقول من السيارة؟ يعني مثل ما تفضلي وتقولي، المطار هو مكان تجمع، مثله مثل السوبر ماركت، مثله مثل اي مكان تجمع. فانت مجرد ما تفوتي على المطار وتاخدي هالترولي تبع الشنط، حطيتي ايدك عليها، فالاجراءات اللي عم تاخذ بالسوبر ماركت هي اجراءات صحيحه. سو قبل ما ينمنع هذا القرار، او قبل ما يعني توقف حركه الطيران، كانت الناس عم تاخذ هالترولي وتحط الشنطة اللي هي كمان ممسوكة من كذا إيد، والحمال اللي عم يحملها كمان ماسك له ما بعرف 20-30 شنطة قبل، وحيرجع يمسك 20-30 شنطة بعدين، وعم بحطها، عم ترجع توصلي على الكونتوار، عم تعطي الباسبور لتعملي تشيك إن لتاخدي البوردينج باس. عطيتي الباسبور للموظف الكونتوار، شافه فتحه ورجعه. ونفس الشيء كمان لنوصل على الاميجريشن، كمان نفس الشيء. شوفي التفتيش تبع الشنط اللي بالمطار، لما بتحطي تليفونك وقشاطك وكل الاغراض بهذه السله، هيدي يعني اذا بدك مركز للفيروسات، لانه هيدي فيها عليها تجمع بكتيريا وفيروس بشكل رهيب. بديوتي فري كمان اشتريتي شيء، طلعتي اكلتي شيء، هالتلامس البشري من ايد لايد هو خطر بالاساس، والايد البشريه يعني حسب الاحصاءات فيها تقريبا 1500 بكتيريا بالسنتيمتر المكعب الواحد. فاليوم بهالبروسيس هذا، من وقت ما تفوتي على المطار لوقت ما توصلي على الطياره،
بهال يمكن، وكمان بتشوفي 100 واحد بتسلمي عليهم وبتعطي هالباسبور، فهالتلامس هذا البشري نقل اكيد كثير بكتيريا وكثير فيروسز. هذا بالنسبه للمطار. يعني مينيموم الحجر لازم يصير 14 نهار لكل اللي وصلوا، يعني في كثير وصلوا نهار الاحد بعدهم حاجرين حالهم ولازم يضلوا بعد اسبوع لانه اكيد في مشكله كثير كبيره. الطياره هون كمان بلكي بنتعلم للمستقبل كيف ننتبه على حالنا، يمكن في كتار عم بيحطوا هالقام وعم بيحطوا هالكمامات، قد ايه ممكن يكونوا عم يعني يتوقوا من حيالله فيروس غير الكورونا فيروس، وشو بيصير بالطياره؟ قد ايه فيها كمان مشاكل؟ يعني برجع بقول لك مدام باسكال، هي الطياره مكان تجمع اخر كمان، اليوم المشكله بالطياره انه الناس متلازقين ببعضهم، يعني من اصغر طياره اللي بتسيع 4 اشخاص لاكبر طياره ممكن تسيع 600 شخص اللي هي الايرباص 380. سو ولكن هالاشخاص قاعدين بشكل متلاصق مرات الكتف على الكتف، واليوم العمليه يعني بعطسه وحده كلفنا خاطرك. فهي عمليه التلاصق وعمليه الاقتراب من بعضنا اكيد بتعرضك للفيروس. هلا بالطياره في كثير مطارح فيها بكتيريا وفيروسز، يعني بتبلش من تواليت الطياره لا 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 كثير امور ثانيه الناس يمكن ما بتنتبه لها. التواليت بالطياره هو مثل اي تواليت عام، في بكتيريا وفي كذا، وهون معلش حتى نقول للناس شوي، البكتيريا بتنقاس بشيء اسمه سي اف يو كولوني فورمينج يونت، وهيدي بتقيس مركز تجمع البكتيريا والفيروسز بكل سكوير انش تقريبا. سو بتواليت في حوالي 265 سي اف يو بتواليت الطياره بخلال رحله تقريبا 4 ساعات. بس فاجئك اذا بقول لك انه التريز طاوله الاكل تبع الطياره فيها 1285 سي اف يو، يعني 8 مرات اكثر من تواليت الطياره. هالقد فيها جيرمز وهالقد فيها بكتيريا وهالقد فيها فيروسز. نحن بنحط ايدنا على لما بيقولوا لنا حطوا الاحزمه، فبكله الحزام فيها كثير فيروسز. الاير فنتيليتر هاي اللي بنعدلها لان كل واحد بيعدل الهواء مثل ما بده، هيدي كمان في عليها 1000 ايد تتغير، فهيدي كمان عليها فيروسز، هيدي تقريبا عليها حوالي 265 سي اف يو. سو هل بقلب الطياره مع عمليه التلاصق؟ لا اكيد بدها تعرضنا لنقل الفيروسات، وهذا موضوع انحكى قبل الكوفيد 19 كثير. يعني بكره بعتقد لما نرجع نبلش نطير من اول وجديد رح يضل معنا الجيل ورح ننتبه لهيدي الامور، صرنا اكثر من قبل بكثير. يعني صراحه هي مسؤوليه شخصيه مفروض. ولازم كل شخص يعني قبل ما يقعد على مقعده يطهر تبع السيت بيلت، بكله السيت بيلت، الاير فنتيليتر، طاوله الاكل كثير مهمه، وطبعا الهاند ريست والارم ريست، يعني هدول كثير مهمين يتطهروا، لان هدول بصراحه ما بيتنظفوا بشكل دوري. يعني بالطيران في عمليه تنظيف بتصير بعد كل فلايت اللي هي بتدوم تقريبا 30 ل 40 دقيقه، وهيدي بتصير عمليه تنظيف روتينيه، فيها فاكيوم، فيها تنظيف الاوساخ، فيها شويه يعني، بس ما بيصير التعقيم بمعنى التعقيم اللي هلا بمستوى الحدث اللي نحن هلا عم نعيشه، لانه هذا تعقيم بياخذ وقت كثير، بياخذ حوالي 6-7 ساعات بالنهار، وهون صار موضوع يعني اذا بدك خليني اقولها مثل ما هي، صار موضوع اقتصادي ومالي. قديش هالطياره فيها توقف لحتى تتعقم بالشكل الصحيح وما تعرض سلامه الركاب للخطر، ومقابل قديش فيها تعمل ارباح، لانه الطياره التجاريه اجمالا بتطير تقريبا 3000 ساعه بالسنه. إذا بتقسميهم على عدد الأيام بيطلع عندك عدد ساعات معين بالنهار، طبعا في ستوب أوفر بالبلد اللي راحت عليه، في ساعات المينتننس، في إلى آخره. عملية التعقيم عملية بهالمرحلة صارت ضرورية، وأنا بعتقد إنه هلا الأيكيو اللي هي منظمة الطيران العالمية ممكن تغير بهالقوانين، قوانين التعقيم هي موجودة أوريدي موجودة، بس ممكن يصير في تغيير لحتى تواكب هالتطور هذا. بيصير في تعقيم بشكلين إذا بدك، بشكل وقت يكون الركاب موجودين على الطيارة بسمون ايروسولايزد، يعني بتجي المضيف أو المضيفة برشوا الطيارة من أولها لآخرها، يكونوا الركاب موجودين على الطيارة، وهذا شيء ما بأثر على صحة الركاب. وفي طريقة تعقيم تانية
بيكونوا الركاب ما موجودين لأنه بيترك ريزيدول التعقيم. طبعا هيدي حسب الأوبريتر أو الشركة المشغلة للطيارة، هي بتقرر وين وكيف حسب البلد اللي جاية منه، الأمراض الموجودة في بلاد، يعني إذا بدك مؤتمر شيكاغو بيسمح لأي بلد يعقم طياراته مثل ما بده بدون أي ريستريكشنز. قبل كانت تتعقم الطيارة بالطريقة اللي عم نشوف هلأ كيف عم بيعقموها، ولا بس التنظيف يلي حضرتك قلت عنه؟ بعرف أنه بياخد وقت كتير، بس كانوا يعقموها على القليلة، ما بعرف مرة بالشهر مرة بالسنة. ما هذا الموضوع، لا ما صراحة التعقيم اللي بيصير منه بمستوى أو بحجم الفيروس اللي نحن عم نعيشه. في تعقيم روتيني، تنظيف روتيني، ولكن هلأ أنا مأكد أنه لأنه هلأ الايكيا والدبليو اتش او بورشة عمل مشتركة وعم يشتغلوا نيناتهم ليشوفوا كيف بدهم يحموا صحة المسافرين. بس برجع بقولك هذا موضوع كتير صعب، منه هين، لأن بدها وقت كتير طويل حتى تتعقم، صح؟ أولا لأنه بدها وقت، وثانيا لأنه قطاع الطيران قطاع متشعب جدا، يعني في عندك تبلشي من الطيارين للكرو للمينتنس للكيترينج للديسباتش الأجهزة الأمنية. يعني أنا بس بعطيك بمطار رفيق الحريري قديش في أجهزة أمنية، في عنا الدرك قوى الأمن والأمن العام والجمارك وجهاز، كلهم منضمين تحت جهاز أمن المطار وجهاز أمن المطار تحت وزارة الداخلية وهكذا دواليك. سو أنا يعني كمان هذه مناسبة إجي أقول أنه مش وقت هلأ البيروقراطية، فعلا يعني ما عنا وقت، الوقت مش لصالحنا. هلأ الوقت أن نسلم اختصاصيين ونوثق فيهم ونخليهم يتصرفوا ونعطيهم حرية التصرف لحتى نحن نسبق الفيروس مش الفيروس يسبقنا. كمان كابتن هون إذا بدنا نحكي شوي عن الأكل يلي منتناوله على الطيارة، منعرف أنه كمان في معايير خاصة بالمأكولات حتى يعني بتاخدوها بعين الاعتبار، وأكيد كل شيء منظم وما بعتقد حدا انصاب بكل هالفترات، بس قدي كمان هون بدنا ننتبه على هيدي النقطة إذا بس الطاولة يلي رح ناكل عليها فيها هالقد كمية هائلة من الفيروسز، فكمان المأكولات شو ممكن يصير؟ صحيح. هلا انا مجرد ما نظف الطاوله اللي انا باكل عليها بكون تقريبا اذا بدك عملت ريسك ميتيجيشن يعني بشكل كبير للخطر اللي هو ناتج عن موضوع الاكل. موضوع الاكل الخطر فيه منه على الطياره، الخطر فيه اذا بدك او مشكلته مش الخطر، مشكلته هو ببعض المسافه اللي بتحضر فيها يعني اماكن تحضير الطعام. أماكن تحضير الطعام ممكن تكون أماكن بعيدة عن المطار، ممكن تكون ببلد تاني. هي عملية البروسيس تبع النقل من أماكن هالتحضير وتوضيبها بشكل صحيح ومحافظة على حرارة معينة ونقلها ببيك أب معين أو مبرد أو هذا، ورجع نقلها على الشركة المشغلة والشركة المشغلة بترجع تنقلها على الطيارة. هذا كل البروسيس نقل، هذا اللي واحد لازم ينتبه عليه. وهون بعتقد يعني اغلب الشركات عندها مستوى عالي من الكواليتي كنترول ومنتبهين على هذا الموضوع، بس برجع بقول لك تبقى المسؤوليه شخصيه واهم شيء تنظيف الانتوراج اللي نحن عنه بالطياره. يمكن نحن فاتنا كمان نحكي عن اذا بدك عن المقاعد تبع الطياره، هيدي كمان عليها فيروسز الناس ما بتعرفها، خاصه المقاعد اللي جنب الممر في عليها فيروسات اكثر بكثير من المقاعد اللي الويندو سيتس يعني حد النافذه. لانه اذا بتلاحظي الناس اول ما تفوت هي وفاتي على الطياره من اولها لاخرها بصير عم تحط ايديها على المقاعد لتتهدى، ووضع الايد على راس المقعد كمان بينقل الفيروس والبكتيريا على راس المقعد. وحتى الكرو من ضمن تدريبهم بتكون في توربولنس او لا توربولنس، بتكون المضيفة أو المضيف عم يتحرك بالكابن، كمان من ضمن تدريبه أنه بيهدي حاله بوضع إيده على المقاعد. ففعلا في كتير فيروسز على هذه النقطة بالذات. وبعد في شغلة كمان بدي أقولها، بس توقف الطيارة والكابتن يطفي الأنجنز بيتدور شيء اسمه APU اللي هو Auxiliary Power Unit واللي بيعطي كهرباء للطيارة وبيعطي إذا بدك بيدور الـ AC بيدور الضوء بيدور كل هالقصص هيدي. هون بهاللحظة هيدي منلاحظ الناس كلها بتقوم وبدها تشيل أغراضها من هذا وبتوقف حد بعضها بشكل متلازق كتير. وبهذه اللحظة أكيد بيصير في
يعني فرصة نقل الفيروس بتصير أعلى لأنه الناس متلازقة ببعضها، والأي بي يو أو الأوزيليري باور يونت بيشغل الطيارة بس في الفلتراج الهواء ما بيكون نقي قد ما بيكون لما بتكون الطيارة مشغلة على الأنجن، ما بيكون قد يعني بنفس النقاوة. فهون كمان بدنا ننتبه على هذا الموضوع وقت بدنا نقوم من الطيارة، معلش مش دغري نقوم ونخلي مسافة بين بعضنا، وما بيأثر يعني ما حدا حيطلع قبل الثاني وشنطة مش رح يتركونا جوا. اكزاكتلي. كابتن نحن بنشكرك، اكيد اعطيتنا يمكن هيك نقاط كثير نستفيد منها كمان على المستقبل، وبعتقد السيتس يلي الويندو سيتس خلص الكل رح يجربوا يعني يتفادوا الفيروسات عدا الكورونا بعدين بالمستقبل، الشنط كل هيدي الامور كمان بدنا ننتبه لها. نحن بنشكرك على كل المعلومات وبنشكرك على وقتك كابتن، وبعرف قد ايه يمكن بتكونوا انتم هلا هيك عندكم هالمشكله انه ما تطيروا، لانه هيدا بيكون جوكم ويمكن عالمكم الطيران، ان شاء الله قريبا نرجع يعني نشوفكم. هي هذه كمان نقطه مهمه مدام باسكال، لانه فعلا الطيار عنده عدد ساعات معينه لازم يطيرها بوقت محدد، واذا ما طار بصير بده يعمل ريفاليديشن لللايسنس تبعه. سو عم برجع اقول لك هلا هذا يعني قصه الفيروس فعلا يعني عندها اثار كثير كبيره على بس اكيد بياخذوها بعين الاعتبار طبيعي، بياخذوها بعين الاعتبار، بس لانه بالطيران ما في مزح بدنا نرجع يعني كمان نرجع نعمل فاليديشن ونشوف كل واحد كم ساعه طار بهذا الوقت، ونرجع يعني تنحط الامور بنسابها صحيح. اكيد ان شاء الله خير. اهلا وسهلا فيك ونشكرك مره جديده كابتن. ميرسي كثير على استضافتك. شكرا كثير. مشاهدينا رح نتوقف لبريك صغير ونرجع نتابع يوم جديد.